تأثيرات الحرب دي كمان يعني احنا قلنا ان اكتر حاجة تأثرت اسعار الطاقة اللي عليت فعلت معها كل الاسعار، كمان المواد الغذائية والقمح تحديدا، لان روسيا واوكرانيا كانوا الدولتين الاكبر في العالم لتصدير القمح. الأزمة والحرب المستمرة لغاية دلوقتي أثروا على القمح اللي موجود، أثروا على أسعار القمح اللي بقت بتعلى بشكل مبالغ فيه جدا، لدرجة أن الهند دولة مع روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدرين القمح في العالم، الهند كمان طلعت قرار بحظر التصدير لأنها عايزة تكفي السوق المحلي، وإحنا عارفين الهند أكتر من مليار بني آدم، فالمهم أنهم يكفوا الناس في وقت صعب جدا زي اللي إحنا عايشين فيه. وده اللي قال لنا بشكل واضح وشكل حقيقي قد إيه الحقيقة مصر كان في رؤية واضحة عند القيادة السياسية لما قدرت خلال السبع سنين اللي فاتت أنها تعمل إصلاح ناجح جدا في الزراعة تحديدا باستصلاح ملايين الأفدنة والاتجاه لزراعة القمح والسلع الأساسية. ده اللي خلانا واقفين على رجلنا، وإحنا بنشوف دلوقتي من ساعة ما موسم حصاد القمح بدأ في مصر كمان قد إيه الحمد لله ربنا كرمنا وقد إيه الحمد لله المحصول كويس قوي، والناس بدأت تصدر وأكثر من مليون طن اتسلموا بالفعل للشوان الدولة. مستهدف ان احنا نجمع من الفلاحين حوالي 6 مليون طن ان شاء الله بإذن الله نجمعهم ونجمع أكثر منهم كمان، لأن الانتاج المحلي ممكن يعدل 10 مليون طن. ده بيقول ان كان في رؤية واضحة، والرؤية دي خلتنا نقدر نواجه المشكلة. لما القمح دلوقتي غلي 5.9% في بورصة شيكاغو، في مصر احنا قادرين نواجه المشكلة، في مصر ما عندناش مشكلة في القمح لغاية نهاية السنة ان شاء الله. وانا اعتقد ان دي حاجة ايجابية جدا، وحاجة كمان بتقول ان مصر دلوقتي في الازمة دي قادرة توقف على رجلها عشان الاصلاحات كلها اللي تم طول الفترة اللي فاتت، عشان الاصلاح الاقتصادي وعشان الاصلاح اللي تم للقطاع الزراعي تحديدا. تعالوا دلوقتي نشوف تقرير مهم الحقيقة عن